مشوار طويل من الإنجازات، لحظات فرحة نتمنى أنها تتكرر النهاردة إن شاء الله ويحقق الأبطال اللي نجمة تسعى في تاريخ النادي الأهلي. لحظات الحقيقة عاشها كل أهلاوي، ونتمنى إن شاء الله أنه نعيش التجربة مرة تانية النهاردة. ثقتنا كبيرة جدا في نجومنا، ثقتنا كبيرة جدا في ال 11 اسم اللي هيثق فيهم وهيختارهم مستر موسيماني عشان يمثلوا فريق النادي الأهلي النهاردة في نهائي الحلم، نهائي دوري الأبطال، البطولة المفضلة لنادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي. كل المطلوب من رجالتنا النهاردة الحقيقة أقصى درجات التركيز وأقصى درجات الهدوء، وأنك تبذل أقصى ما عندك وأفضل طاقة تقدر تديها لفرقتك لمدة 90 دقيقة. لو ده حصل أعتقد إن شاء الله بإذن الله التوفيق هيكون حليف فرقتنا النهاردة، ونقدر نحسب رقم البطولة الغالي، النهائي 13 في تاريخ النادي الأهلي، والبطولة التاسعة تكون من نصيبنا إن شاء الله. مساء الخير على حضراتكم.